نقف الآن في داخل القصر الجمهوري بعد أن قامت قوات الجيش الوطني بتحريره بشكل كامل من قبل عناصر الميليشيات الانقلابية. تلاحظون هذا القصف العنيف والذي شنته الميليشيات الانقلابية علينا، ونحن نقوم بتغطية هذه المعارك ونرافق قوات الجيش الوطني في المعارك الدائرة التي تدور هنا في القصر الجمهوري بعد أن قامت وتمكنت من تحريره بشكل كامل. تلاحظون الآن أحد جرحى قوات الجيش الوطني بعد أن وصل بعد أن قامت الميليشيات الانقلابية بإصابته. لا زالت المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة، ولا زلنا نرافق قوات الجيش الوطني في تغطية هذه المعارك وتحرير القصر الجمهوري حتى يتم تحريره بشكل كامل والانتقال إلى تحرير معركة المدينة من قبضة الميليشيات الانقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، من القصر الجمهوري بمحافظة تعز.